يا هلا فيكم من جديد. حذرت بروفيسورة ألمانية من فقدان الهوية المحلية للقرى والمحافظات نتيجة توقعات أشارت لوصول نسبة سكان المدن في المملكة عام 2050 إلى 88%، ربطت كذلك إزالة البيوت القديمة بزوال الهوية، ومشددة في الوقت ذاته على أنها ترى بأن دور الأهالي أهم من الهيئة العامة للسياحة والآثار أو الأمانات أو البلديات في تبني مسؤولية عمليات التأهيل والتطوير للمباني. طبعا لاحظوا أن بروفيسورة ألمانية. خلونا نتابع التقرير وبعدها نبدأ النقاش. يعد الكثير من الآباء والأجداد بقاءهم في مناطقهم التي عاشوا فيها نوعا من الوفاء إلى هذه الأرض التي قضى فيها مجمل حياته، ولكن في أحيان كثيرة يجبرون على الهجرة والخروج من هذه القرية مع أبنائهم لطلب الرزق، والقليل منهم يتمسك بالبقاء بوصفه نوعا من الوفاء والحب لهذه الأرض. إن فئة الشباب ولو قلنا الموظفين لكان أصدق وأوضح، تجدهم يهاجرون غير آبهين بهذه الديار وغير خائفين من ضياع ممتلكاتهم أو أراضيهم، لأنهم لا يجدون في هذه القرى أو المناطق الصغيرة وسائل للتنمية والتطور والازدهار. وأقصد هنا أهم الوسائل والسبل للعيش كالمياه الصالحة للشرب والكهرباء والخدمات الصحية والكليات لمواصلة الأبناء والبنات للدراسة، وكذلك لصعوبة التنقل في هذه القرى لوعورة الطرق وغير ذلك. إن الهجرة من القرية إلى المدينة تعد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي يعاني منها مجتمعنا في السنوات الأخيرة، ورغم أن هذه الظاهرة أصبحت شبه عالمية إلا أن نسبة المهاجرين إلى المدن في المملكة العربية السعودية شكلت نسبة كبيرة، حتى أن بعض القرى هاجرت تماما وانتقل سكانها إلى المدينة، كما حذرت البروفيسورة الألمانية أوريكا فرايتاج من فقدان الهوية المحلية، وتوقعت بأن يصل عدد سكان المدن في المملكة عام 2050 ميلادي إلى نسبة قدرت ب 88% وفقا لإحصائية صادرة بهذا الخصوص. شكرا للزميل عبد الملك الجهيدي على هذا التقرير الرائع. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو الكاتب المختص في التخطيط العمراني المهندس فادي الصالح، وكذلك معنا المستشار في التخطيط والتنمية الدكتور عبد الله الفايز. حياكم الله معنا. الله حيك. يا اهلا وسهلا فيكم. طبعا بس في معلومه قبل ما نبدا، احنا نرحب بالاستاذ وطالبه. يعني فهد كان من طلاب عندك دكتور عبد الله ايام الجامعه ما شاء الله، وشيء جميل نشوف الاستاذ الجامعي وطالبه ما شاء الله النجيم والمتميز. حياك دكتور عبد الله. خليني ابدا معك. لما تجي هالدعوه من بروفيسوره المانيه، ركزنا على الجزئيه، يعني ما شفنا كتاب ولا اعضاء الشورى الله يعطيهم العافيه ولا احد تبنى الموضوع واهتم فيه وطرحه بطرح قوي، الى اي مدى فعلا اهملنا هذا الموضوع واللي انعكس على وجود هجره من المحافظات والقرى بشكل كبير الى المدن الرئيسيه، واللي ربطتها كذلك بضياع الهوية كون معروف هذه القرى فيها دائما آثار وفيها مباني تراثية وغيرها، أنت وش رأيك؟ شوف هذا الموضوع الحقيقة بما أنك تقول أنها يعني بروفيسورة ألمانية، هذه من الدراسات اللي دائما تضعها مثلا اللي هي يعني برامج الأمم المتحدة، البنك الدولي دائما تضع برامج للدول اللي يسمونها الدول النامية، وحنا تقريبا من هذه الدول.
وقد يكون أكثر المعلومات اللي فيها ما هي مرة دقيقة يعني، خاصة نحن أساسا في هذا البلد ما عندنا حنا معلومات دقيقة نعرف بالضبط يعني مدى الهجرة من الأرياف للمدن أو غيرها. بس هذا موضوع مهم جدا ومن المواضيع الأساسية في مواضيع التخطيط سواء العمراني اللي هو على مستوى المناطق والمستوى المحلي أو على المستوى الوطني، يعني السياسات اللي تضعها الدولة. معظم دول العالم يعني دول العالم العربي أو دول العالم النامي عادة دائما عندها مشكلة تسمى البرايمسي، وهي أن دائما يكون هناك مدينة كبيرة في وسط هذه الدولة، تكون اهتمامات الدولة دائما بهالمدينة وتضع فيها البنى التحتية، تضع فيها فرص العمل، كل هذه الأشياء. فهذه تساعد على الناس تهرب من الأرياف طبعا مو بالمملكة لحالة، يعني البرازيل عندهم ريو دي جانيرو، المكسيك عندهم مكسيكو سيتي، يعني معروفة هذه الأشياء. ففي توجه في يعني سياسات التخطيط لدى كثير من دول العالم إلى عملية إعادة الهجرة للمدن بحيث تسوي لها نوع من عكس الهجرة أنها ترجع للقرى. وهذه برامج طبعا المملكة كان فيها لها دور كبير منذ فترة، يعني من أيام يمكن الملك عبد العزيز والملك فيصل كان في برامج يسمونها التوطين الهجر والقرى، كان في برامج موجودة. لكن البرامج والسياسات التي توضع أحيانا لا يتم تنفيذها بالطريقة المطلوبة. قبل حوالي أعتقد حوالي 15 أو 20 سنة وزارة شؤون البلدية والقروية تبنت مشروع التنمية المتوازنة، والهدف منها هو أن يكون هناك وزن بين الكثافة السكانية في المدن الكبرى والأرياف، بحيث أن يكون فيه نوع من عملية الخلخلة للمدن. طبعا تضخم المدن مشكلة كبيرة وهذا معروفة، يعني أنا وغيري كتبنا عنها يمكن من 50 سنة، يعني من 25 سنة وغيرنا كتبوا من 50 أو 60 سنة. يعني تضخم المدن مشكلة كبيرة، لأن يعني المدن كل ما تضخم تكثر فيها المشاكل. طبعا من الازدحام، الجريمة، انتشار المخدرات، المشاكل كثيرة اللي تصير من تضخم المدن، انعدام الأمن، الدول تصير ما تقدر تسيطر في الحقيقة على هذه المدن. معظم دول العالم تحاول أنها تخفف، يعني إحنا من مشاكلنا الرئيسية في التنمية في المملكة أنه مثل مدينة مثل الرياض نبيها تكون مدينة سياسية إدارية اقتصادية صناعية، وهذا ما لا يجوز. يعني لابد يكون هناك مدن تخصصية، وأن نخلخل أو نشيل بعض القواعد الاقتصادية في المدن الكبرى وننقلها لبعض القرى والأرياف عشان يكون في تنمية متزنة. يعني طيب أنا إحنا مواصلين، أنا سأذنكم بفاصل قصير وبعد الفاصل نكمل الحديث. طفلك يستيقظ ضاحكا بعد ليلة نوم جافة. حفاضات بامبرز هي الأكثر جفافا، فيها حبيبات الامتصاص التي تمتص حتى 30 ضعفا من وزنها وتحبس البلل بشكل أفضل من الحفاضات العادية. الحفاضات الأكثر جفافا بحبيبات الامتصاص من بامبرز، حب ونوم ولعب. يا أهلا فيكم من جديد، نتابع حديثنا عن الهجرة من المحافظات إلى المدن، ويتابع معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الفايز المستشار في التخطيط والتنمية، وكذلك يواصل معنا المهندس فهد الصالح الكاتب المختص في التخطيط العمراني. فهد خليني أسألك، طبعا هذا فهد يا شباب مخرجنا الله يعطيك العافية، فهد الصالح اللي بسأله الحين، والدكتور عبد الله هو أول من سألته عشان تعدلون السيجي. فهد خليني أسألك يا فهد، لما تربط هذه الهجرة من المحافظات إلى المدن بالموروث وكأنها بغياب الهوية، ولما تتكلم عن أنه يعني نسبة سكان المدن في المملكة عام 2050 بتصير 88%، هل هذه دقيقة؟ يعني هذه الأرقام والإحصاءات وهذا الربط بالهوية هل هو فعلا على أرض الواقع؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا خلنا يعود بك لما بدأت به الحديث حقيقة، الدراسة اللي عدتها الباحثة الألمانية.
الدراسة هذه حقيقة لن أقول لك في عام 2050، بل أنا أقول الآن هي واقع مشاهد تقريبا. أعطيك مثال في منطقة الرياض. مدينة الرياض تستحوذ حوالي 80% من سكان المنطقة، 7,745,000 تعداد السكان في منطقة الرياض. 80% منهم يتركزون في مدينة الرياض، وهذا بالفعل سكان الأرياف وسكان القرى والمحافظات يتجهون للهجرة بشكل كبير للمدينة. توفر فرص التوظيف وعوامل الجذب الاقتصادية طبعا هي بشكل رئيسي أدت لهذا النوع. في مبادرات الآن تقوم بها الدولة من صندوق التنمية الصناعي الآن يعطي قروض أكبر في المدن الثانوية أو المدن اللي سماها واعدة. دور أكبر أيضا تعطي بعض الجهات الحكومية، وكنا نطالب حتى يعني بعض القروض التمويلية أنها تكون في المحافظات والمدن الصغيرة أكثر لتخلق نوع من التوازن التنموي ما بين المدن الكبرى والمدن الصغرى. كنا يعني من بدأت التنمية في المملكة كنا نركز على 3 مدن رئيسية، مكة، الرياض، الدمام. اليوم أن بحاجة إنشاء مدن جديدة، تقوية المدن والمحافظات وإعطاها مزايا نسبية حقيقة تتوافق مع إمكاناتها الموجودة لخلق هجرة عكسية لها. هذا جانب أول يعني ترمز للدراسة، وأنا يعني أتفق معها لحد كبير. الجانب الآخر تتحدث عن الهوية العمرانية والتراث العمراني. أنا كتبت حتى عن المباني المستوردة. اليوم تمر في مدينة مثل الرياض يعني صحراوية وبيئة صحراوية وتجد يعني مباني الكلادك والزجاج حقيقة، وهذه ما تتوائم حقيقة. وقتها طلبت أنه هيئة السياحة تدخل مع أمانات المناطق ويكون في تلاقح للرؤى وتحديد لأنظمة ومعايير واشتراطات البناء حقيقة، بحيث أنها طب تتجانس. أنا ببني بيتي على المزاج اللي أنا أبغاه. لا 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 بس عفوا، ما أخذها بمبدأ فرض. لا لا، بينما هي تحفيز في قضية الارتفاعات أو قضايا التحفيزية حقيقة. أعطيك مثال، الآن مركز الملك عبد العزيز التاريخي يحاكي روح الحاضر مع ثقافتنا وتراثنا. منطقة قصر الحكم كلها بعد عندنا. ما في دولة تنمو وتتمسك بعبق تراثها حقيقة وتحرص على بقاء تراثها الفكري والعمراني حقيقة إلا تنمو حقيقة بشكل جميل. اليوم عندنا غياب في المدن الكبرى، غياب للهوية العمرانية، أصبحنا نحاكي المباني والأوروبية والأجنبية حقيقة بشكل كبير، وأصبحت الهوية العمرانية للمدن عندنا والمناطق تختفي مع ثورة الحضارة. جميل. طيب دكتور عبد الله، حنا وش المشكلة عندنا؟ خلنا نحطها كأولويات. مشكلة عندنا في هجرة من المحافظات والقرى والأرياف إلى المدن الرئيسية وتكدس وزحام، وهذا طبعا ناتج البعض يرى من ضعف الخدمات المقدمة هناك، تعليم، صحة، التنمية بشكل عام هناك ضعيفة، عشان كذا يجون للرياض ولا يروحون جدة ولا يروحون للدمام المدن الرئيسية. هل المشكلة في هل الموضوع أنه هجرة، ولا المشكلة في أنه موروث عندنا عمراني بنفقده؟ لا، أنا ما أعتقد أن هذا اللي صاير بالضبط. هو الخدمات أو البنى التحتية موجودة سواء في القرى أو في المدن. الآن في معظم القرى فيها خدمات يعني، لكن هي المشكلة اللي ما يسمونها القواعد الاقتصادية اللي توفر فرص عمل وتساعد أنه هذول الناس يبقون في أماكنهم. يعني أنت اليوم تجي على مستوى المملكة وتنظر إلى بعض القرى وبعض المدن، يجب أن تضع فيها قاعدة اقتصادية. قاعدة اقتصادية مقصود بها أنه مثلا جامعة تكون موجودة هناك، يعني شيء أو زي ما تقول شركة من الشركات الكبرى مثلا تكون في هذه القرى. عرفت؟ هذه الأشياء، مراكز أبحاث مثلا، هذه لما تكون موجودة يصيرون أهل المنطقة نفسهم بيشتغلون فيها ويستمرون. لكنك أنت اليوم تجي وهذه القرى كلها فيها بنى تحتية، كل شيء موجود، بس ما فيها أشياء اقتصادية. الناس ليش تهاجر؟ تبحث عن عمل. فأنت لو توفر فرص عمل في هذه المناطق، أنا ما قلت توصل أنك أنه فرص العمل أو القواعد الاقتصادية تضعها كلها تقريبا في كل قرى المملكة، بس على الأقل اختار لك مجموعة معينة من هذه القرى وتضع فيها. يعني أنا من الناس اللي دائما أقول مثلا الرياض فيها أجهزة، يعني خلنا نتكلم على مثلا بعض الوزارات
بعض أجهزة الوزارات، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، هذول ممكن هذه الجهات أنها تضع بعض فروعها أو مؤسساتها في قرى قريبة، خاصة الأشياء اللي ما لها علاقة بالمواطن نفسه على طول. يعني عندك بعض الأشياء الاقتصادية مثل الصناعات، يعني احنا ليش عندنا صناعات في مدينة الرياض، منطقة صناعية وش كبرها؟ يعني المفروض أنت أن الصناعات تكون مثلا في مدينة بين الرياض والدمام، مدينة في الوسط مثلا، في هناك بعض القرى أو هذه ممكن أن تطورها وتكون هذه منطقة فيها كل الأشياء اللوجستية اللي لها علاقة بالصناعات وغيرها، وتصير أنت تنقل وتجي. ليش تكبر رقعة المدينة وتضع فرص عمل فيها؟ طبعا مع العلم أن المصانع عندنا هي عمالة أجنبية أغلبها، بس برضو يوما ما بيصير فيها عمالة سعودية. نحن نتكلم عن المستقبل، يعني عند شبابنا اللي راحوا واللي بيرجعوا، إذا زادوا عدد سكانك بيصير منافسة كبيرة، بيضطر السعودي أنه يشتغل، لازم، مو زي الوضع الحالي. فهي الفكرة هي في عملية وين تضع الاقتصاديات هذه. يعني الأشياء اللي لها علاقة مثلا بالبترول كلها انقلها إلى منطقة حول المنطقة الشرقية. احنا طلعنا مدن جديدة، الجبيل وينبع، طلعناها قرى صغيرة وطلعنا منها شيء، والآن هذه مدن قاعدة تكبر وفيها فرص. فبمثل هالمثال نقدر احنا نسوي بعض القرى. انقل سابك اليوم، مبنى سابك هنا، ليش انا حاطه في الرياض؟ يا اخي هذا سابك انقله الشرقية او انقله شمال او انقله تحت الخرج، او يعني الرياض كمدينة وش لها علاقة بهذا الشيء؟ يعني نفسها. جميل. طيب خليني أسأل، لما قلل من الجامعات، يعني كم جامعة في الرياض؟ يا أخي انقل بعض الجامعات. هذا صار توسعنا، صار عندنا جامعات، وزعت الجامعات، يعني وصار عندنا. يمكن هذا شيء جميل يعني إن شاء الله. هذا من الأشياء اللي بتساعد على التنمية المتزنة. طيب خليني أسألك، خلنا نأخذ الرياض كنموذج. اللي قلت أنت عدد سكانها 7 مليون، 80% تقريبا منهم كلهم بالرياض. 20% موزعين على كل المدن والمحافظات التابعة للرياض. يعني خلنا نتكلم على أرض الواقع. الهجرة مستمرة، وعدد السكان في المدن الرئيسية قاعد يزود بسبب هجرة يعني الكثير إليها. الشكل العام لنا يعني لهالمدن، تتكلم عن ازدحامات، تتكلم عن كذلك تكدس يعني فيها، وش الحل له بشكلها؟ هل مثلا مثل ما قال الدكتور مثلا تنشأ مدن مثلا اقتصادية قريبة من هالمدن المزدحمة، أو مدن خلينا نسميها ضاحيات، ضاحية جنب الرياض فيها كل الخدمات الحكومية والاقتصادية موجودة؟ يعني أبغى حلول فعلا على أرض الواقع. طبعا الحلول يعني تتعدد وتتنوع طبعا، لكن بشكل رئيسي أنت ما دامت الرياض جاذبة وتستوعب أنشطة وتزداد فيها الأنشطة الاقتصادية والخدمية ستظل جاذبة. اليوم المحافظات زي المجمعة وزي الخارج وزي الدوادمي بعد ما فتح فيها الجامعات جذبت نمو سكاني حقيقة، لكن هذا النمو لا يكاد يذكر مع كثافة النمو. تفتح جامعات في هالمحافظة جامعة واحدة أو فرع جامعة، بينما الرياض تفتح فيها جامعتين، غير التعليم الأهلي طبعا. فما دامت الرياض جاذبة وتستحوذ يعني على أنشطة حكومية وأنشطة اقتصادية، ستظل الهجرة متجهة للمدن الكبرى. يجب أنه يكون هناك سياسات إيقاف التنمية أو تقنينها في المدن الكبرى وتوجيهها للمدن الثانوية. اليوم عندك فرص لتنمو مدن جديدة. المملكة في نشأتها استفادت من خط البترول، حرم البايب، ونشأت فيه مدن زي الخفجي مثلا، نشأت على هذا البحر. الآن عندنا فرصة كبيرة حقيقة من خلال مشروع سكة حديد سار شمال جنوب، يجب أن تستفاد منه مدن وتنمى مدن وتكبر مدن وتزاد فيها الكثافة السكانية، ويعمل على مدها بالخدمات، ويستفاد من سكك الحديد اللي بتتمر في هذا. جميل. شكرا لكم، شكرا لدكتور عبدالله الفايز المستشار في التخطيط والتنمية، شكرا للمهندس فهد الصالح الكاتب والمختص في التخطيط العمراني. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل لنعود إن شاء الله.